مرة أخرى ترمضينا وقلة العقل والاندفاع والتهور وعدم تقدير عواقب الأمور. الدم الدم واش حنا في قورنا بزاف هادشي اللي كيوقع من اللي جانا رمضان الكريم هاد العام، واش زعما غير نتوما اللي صايمين؟ كل نهار كتسمع بطانة أخرى طاحت، أو الروح عزيزة عند الله، مالكم نتوما رخصوها؟ صبحت القتيلة عندكم بحال اللي كتقتلوا الناموس أو الدبان. رجعوا لله، هادشي كيدمي القلب قبل ما يبكي العين. علاش الله عطانا العقل؟ طبعا باش نحكموه ونستغلوه في الوقت المناسب، ماشي باش نخبيوه في رؤوسنا. تحية رمضينا وقلت العقل هاد المرة هي زوجة ذبحها رجلها بالدار اللي كانوا ساكنين فيها بدوار أي تحدو وسعيد بسيدي عدي اللي تابعت ورابيا لجماعة سيدي المخفي بإفران. هي دفنوها في القبر وهو غادي تدفن في الحبس. ايوا وديك جوج وليدات شكون اللي غادي يكون بيهم؟ على الاقل لو كان رعيتو غير ليهم، واخا تعيا تكبر المشاكل بيناتكم ولا الاسباب ديالها. خصمتو صالحتو، ايوا كل واحد يدخل لجواه ويراعي لديك الولد اللي عمرو 9 سنين واختو اللي صغيره عليه بعامين. واش يرضيكم يبقاو يتلاوحو ما بين رجلين؟ عار وعيب والله. اليوم ديال اليوم ديال 23 ماي 2019 مع 5 الصباح وقعت الواقعة. الراجل اللي في عمره 37 عام ذبح مراته اللي صغار عليه ب10 سنين وسلم راسو للجدرمية. والسر علاش ما يقنع حتى شي حد واخا يعيا ما يكون السبب؟ حيت حتى حاجة ما تدفعو يتم ولادو. هما بجوج اصلهم مدينة توريت بالشرق المغربي، تزوجو هادي شي 10 سنين وكانوا عايشين عاديين كأيتها الناس، راضيين باللي مكتب ليهم، ما طامعين في زيادة غير الهنا والسعادة. لكن شنو اللي يكون بدل الأمور وقلب حياتهم الجحيم انتهى بجريمة قتل؟ شي كيقول الخيانة وشي كيقول شي حاجة أخرى أتفاه، لكن العفوان مهما يكون ما نوصلوش لدرجة القتل. الله أعلم بالأسباب، وأسرار البيوت ما يعرفها غير اللي ساكن فيها، حتى المحيط ما يقدر يفهم والو. المهم ان الرجل ومراته تخاصموا هذه الشيامات لدرجة ان المرأة هجرات بيت الزوجية ومشات عند عائلتها ودوزت شيامات. شي ناس من العائلة والمعارف دخلوا بالخيط الابيض رجعوها وصالحوا ما بيناتهم وقالوا ليهم يطويو الصفحة ومريضنا ما عنده باس. بجوج قبلوا ينساو المشاكل ويبداو صفحة جديدة يكتبوا فيها الزين من العلاقة ديالهم ويرجعوها كما كان، ويرجعوها كما كانت زمان. لكن هاد الصلح ما دامش بزاف، غير ايامات قليلة قبل ما يوقع اللي وقع في ديك الصباح اللي استفاقت فيه المنطقة على ابشع جريمة كتعرفها وذكرتهم بجرائم مماثلة اهتزت ليها منطقة ازرو، ومنها ذبح وقطع رأس فتاة من طرف راعي وقتل معلم لثلاث ضحايا بالرصاص. لا حول ولا قوة الا بالله. لهذه الدرجة صبحت الروح رخيصة. شنو اللي وصلنا لهذا الشيء؟ للأسف شلة حوايج ربما غيرت السلوك ديالنا والتربية والأخلاق وجعلتنا أكثر غضب واندفاع لأتفه الأمور أحيانا. والله يستر ويكتف ريوسكم الخير ويبعد عليكم بحال هاد الموبقات. المهم أن جثة الهالكة تدفنت بعد تشريح ديالها في المستشفى الإقليمي بأزرو، ورجلها سلم راسو شدوه جدرمية وكيحقو معاه قبل ما يديوه للوكيل العام محكمة الاستئناف بمكناس باش يتابعوه ويبدا مسلسل المحاكمة ديالو اللي للأسف وخا تكون العقوبة قاسية وكبيرة في حقه ما غاديش ترد مراتو ولا تعوض ولادو فيهم بجوج. الله يصبر ديك الوليد وختو ويجعل ليهم سلك في الدنيا قبل الأخيرة ويعوضهم في الأم والأب اللي فقدوهم بجوج في حديث ما غاديش يتمحى من الذاكرة ديالهم وخا يطول الزمان، حيت الجرح كبير وما غاديش يبرى بسرعة. ماشي سهلة تفقد الأب والأم دفعة واحدة وتعيش يتيم، لكن هذه هي الظروف حكمت عليهم يعيشوا يتامى بعد ما قتل الأب الأم ديالهم في لحظة غضب. والله يعوضهم في كل شيء. آمين.